البداية اسمها ايه؟ اليقظة. اليقظة يعني يصحى. واحد كان نايم مش دريان مش فايق صحي، اللي هو ابن القيم هنا بيقول ايه؟ اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير به قلب العبد من الحياة برؤية نور التنبيه. يبقى أول حاجة اليقظة، الإنسان يتيقظ. عايزين نكتب كده نمرة واحد، اليقظة. دي نمرة واحد. ايه هي اليقظة؟ اول حاجة ابن القيم قال هنا انزعاج. يبقى نمرة واحد انزعاج القلب. يبقى دي نمرة واحد انزعاج القلب. يبقى نمرة واحد عشان تصحى ان قلبك ينزعج، قلبك اللي نايم ده ينزعج، يحصل له انزعاج، تحصل له رجفة، يتخبط. قلنا الانزعاج ده ممكن يكون حد مات فجأة، تتخض. قصص بقى بتاعتنا بتاع زمان، ها بتاع زمان بقى من 30 40 سنة في أول الدعوة، كان اللي يجي حد بقى يقول لك إيه اللي حصل، عايز أتوب. واحد كان شاب كان بيلعب ساعتها، كان لسه طالع بقى الجودو ده جديد وحاجات زي كده، ها فبيلعب جودو وجسمه وعضلاته ومش عارف ايه، وفجأة وهو قاعد في القهوة اغمى عليه. بعد ما فاق قال لهم ايه اللي حصل؟ قالوا اغمى عليك. قالوا يعني ايه اغمى عليا؟ طب راح داخل في الباب كسره، انا يغمى عليا؟ ده ايه ده؟ ده معنى كده ممكن اموت. طب انا اذا مت هروح فين؟ قالوا لا بقى ده انت عايز الشيخ يعقوب. تعالى على هنا. قلت له هتروح فين؟ انت بتصلي؟ قال لي لا، انت هتروح النار. نار؟ نار ايه؟ هنا هي دي بقى حصل له ايه؟ انزعاج. انزعاج انزعاج. هموت. اروح النار؟ ده في نار وفي جنة وفي حساب وفي شغلانة؟ لا، اقعد بقى. قعدنا نتفهم. طب انا عايز اصلي، اصلي ازاي؟ كانش بيعرف يتوضا، كان بيجيب الكتاب ويحطه قدامه كده على الحوض، اغسل يديك ثلاثا، يغسل يديك، تمضمض ثلاثا، يتمضمض. هي دي لما انزعج، الانزعاج ده دفعه الى عمل.